بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد رئيس جامعة طنجة رضوان الهزيمة، سيد والي الجهة، السيد المدير العام لوكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال، السيدان مدير المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، السادة ضيوف المغرب، السادة ممثلي الجمعية المدنية والمنابر الإعلامية، الحضور الكريم. إلى كل هؤلاء أقول تحية إجلال وامتنان مفعمة ومليئة بأسمى عبارات الاحترام والتقدير والترحيب. نجتمع اليوم لنناقش موضوع الكيف والمخدرات، وقلوبنا مع أهالينا وأحبابنا بمنطقة الريف المبزوعين بفعل الهزات الأرضية المتتالية بهذه المنطقة. ولا بد أن نسجل تضامننا مع كافة ساكنة الريف في هذه اللحظات العصيبة، ونسأل الله الحفظ واللطف بعباده. حضرتي السيدات والسادة، يشرفني أن أتدخل اليوم باسم الفريق الاشتراكي الدستوري بمجلس جهة طنجة تطوان الهزيمة في هذه الندوة الدولية حول الكيف والمخدرات تحت شعار جميعا من أجل بدائل القائمة على التنمية والصحة وحقوق الإنسان، وهي فرصة لنعبر عن عمق وعينا بأن آفة المخدرات بالمغرب تلزمنا جميعا بالانخراط الجدي والمسؤول، وأسطر عليها بالانخراط الجدي والمسؤول في اتجاه إيجاد حلول واقعية ومخاربة مبنية على تحقيق شروط الحياة الكريمة. ولا شك أن الالتئام حول هذا المحفل العلمي من لدن مختلف الفاعلين في المجال الحقوقي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والفعاليات العلمية والأكاديمية والمدنية يعبر بشكل صريح عن مدى الأهمية البالغة التي يحظى بها هذا الموضوع، لكونه يطرح الكثير من الإشكالات التي أضحت تؤرق العقل الجماعي في المغرب وباقي الدول الأخرى في سياق تشخيص واقع الحال وفي نفس الوقت تكثيف الجهود نحو إيجاد الحلول والبدائل التنموية الممكنة الحقيقية والمعقولة. فغير خفي على المتتبعين أن الفقر والبؤس والتهميش هي المخدرات الحقيقية، وهي من أكبر الآفات الإنسانية، وهي المؤدية لأغلب المآسي والكوارث الاجتماعية. وهذا ما يفرض على الدولة إعطاء الأولوية لتوفير شروط العيش الكريم كأولوية سابقة على المطالبة بالانسياق لمقتضيات القانون الذي نعرف أنه يكون إفرازا موضوعيا لواقعه. كما أن مقاربتنا في حزب الاتحاد الاشتراكي في التعاطي مع هذا الملف تتوجه بالأساس إلى وجوب القيام بمصالحة شاملة مع المناطق المعنية بزراعة نبتة الكيف، بمصالحة وأسطر عليها بمصالحة شاملة مع المناطق المعنية بزراعة نبتة الكيف، وذلك بجبر الضرر عن التهميش والاستغلال الذي لحقها لعدة عقود، حيث لم تستفد من مسلسل التنمية الذي هم منطقة الشمال، وذلك عن طريق إنجاز مشاريع هيكلية وبنيات تحتية أساسية وتحسين البنيات التحتية لتحقيق استقرار الأسر وخلق مشاريع تنموية ضخمة واستثمار مختلف المؤهلات الطبيعية والسياحية أقولها وأنتم تعلمون جيدا تضاريس
جمالية طواريس هذه المنطقة التي تفوق بكثير طواريس إفران. فلو كانت قريبة من إفران لكانت أفضل من إفران، ولكنها مع الأسف جاءت بعيدة من إفران. كما تبرز اليوم الضرورة الملحة لتعديل ظهير 1974 وإلغاء البند الخاص بمعاقبة مزارعي الكيف ومتابعتهم في المناطق التاريخية وامتدادها القبلي. كما نطالب في فريقنا بالتقييم والبحث والتحقيق في الأسباب التي أدت إلى تعطل إنجاز المشاريع التنموية بهذه المناطق رغم الإمكانيات التي رصدت لها في البرامج والسياسات الحكومية. وفي هذا السياق لا بد من مقاربة جديدة في التعامل مع ضحايا عقود من المقاربة المبنية على المتابعات والتجريم وما أنتجته من مآسي اجتماعية أثرت على آلاف المواطنين وأسرهم. وبالتالي ندعو إلى مقاربة تتعامل مع السكان باعتبارهم مواطنين يتمتعون بحقوقهم وفق ما جاء في دستور 2011، وليس باعتبارهم مدانين إلى حين ثبوت براءتهم كما هو معمول به الآن. ومن هنا وباعتبار طموح المغرب في إنجاح التجربة الجهوية المتقدمة السيد الرئيس وسعيه إلى تحسين صورته أمام المنتظم الدولي، تزداد الحاجة إلى فتح حوار وطني حول زراعة الكيف وفق مقاربة تشاركية واسعة تتجاوز المقاربات العقيمة السابقة وذلك في اتجاه البحث عن الاستعمالات الإيجابية لنبتة الكيف في المجالات الصحية والصناعية والعمل على تقنينها بالشكل الذي يحفظ حقوق الفلاحين البسطاء الذين يعانون من شظف العيش، وذلك عبر الاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال، حيث أن هناك أزيد من 23 دولة عبر العالم تستعمل وتستخدم مستخلصات نبتة الكيف في الأغراض الطبية. فقد شرعت كل من الولايات المتحدة الأمريكية في 20 ولاية وكندا وأستراليا وإسبانيا وهولندا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا وألمانيا والباراغواي والمكسيك في إجراء التجارب المخبرية والعلمية للبحث في المزايا العلاجية لمستخلصات نبتة الكيف والبحث في إمكانيات تقنين استعمالها للأغراض الطبية والصناعية والغذائية. وهو التوجه الذي أصبح يلزم المغرب بضرورة الاقتداء بهذه الدول. وختاما نتمنى صادقين أن تتضافر جهودنا جميعا من أجل الترافع الجماعي للانخراط في هذا التوجه العالمي الذي يعد فرصة حقيقية لمناطقنا الشمالية ولجهتنا للاستفادة من المزايا الطبية والصناعية التي توفرها هذه النبتة التي يمكنها أن تتحول من نقمة على زارعها وعلى المنطقة إلى نعمة حقيقية تفيد في التنمية الجهوية وتعود بالنفع على كافة المغاربة من الناحية الصحية والاقتصادية والتنموية. وشكرا لكم جميعا.